اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في هذا الدرس راح نبدا نسوي الهيلث بار حيصير في عندنا روح ويصير لما نتصادم نخسر هذا الروح تمام اول شيء بدنا نعمله طبعا في ملاحظات لازم تعرفها انه هذه البوابه ممكن تضر فينا في عندنا هون الحيطه هاي اللي بدنا نخبط فيها لما نصير نخبط فيها حتضرنا فراح نضطر ننقلها ممكن خلينا نشوف في الان ايش راح يصير معانا في التطوير طيب نقول بسم الله ونبدا اول إشي بدنا نعمله بدنا نفوت على ملف الثيرد بيرسون نعمل فولدر هون اد نيو فولدر خلينا نسميه هاد ممتاز ندخل جواته نيجي نضغط رايت كليك واحنا جوا الملف وننزل لتحت يوزر انترفيس بدنا نضيف Widget بلو برنت Blueprint بلو برنت ممتاز نضغط على هاي هون الان نسميه خلينا نسميه هاد او نسميه جيم هاد ممتاز الان في الجيم هاد هذا الاشي اللي راح يتم عرضه على الشاشه تبعتنا نضغط دبل كليك عليه ممتاز نحطه هون الان بدي انا اضيف اول اشي كانفاس اللي مش عارف شو الكانفاس اللي هي مساحه الشاشه الان الموبايل في له شاشه لها مساحه معينه كل موبايل بتصغر بتكبر هاي الشاشه على حسب شاشه العرض سواء كمبيوتر موبايل بلاي ستيشن بتتغير حسب الجهاز ممتاز طيب الان بدنا نضيف كمان بروجرس بار البروجرس بار اللي هو الروح تبع الشخصيه تبعتنا ممتاز بقدر اكبرها بهذا الشكل واصغرها اشوف الحجم المناسب لي خليني أحطها بهذا الحجم مبدئيا الان لاحظ هذا البار لون رمادي بت... لما يكون رمادي يعني صفر قيمة الموجودة صفر الآن في هذا البروجرس بار هذا من صفر لواحد أكثر شيء فيه واحد وأقل فيه شيء صفر فلو انا ضغطت هون صرت اعبي لاحظ هذا الروح تبع الشخصيه لما اكون واحد بكون فل الروح معبى كامل لما يكون صفر الشخصيه افترضت تموت ممتاز الان انا لو حطيت اي قيمه معينه راح يصير لو انا كتبت كتابة مثلا 0.25 هذا 25% من الروح متبقي في روح الشخصيه فالان انا صار عندي شاشة فيها الروح للشخصية طبعا من الضروري اني اقول لك شغلة لاحظ انت هون في هاي الشغله النجمه او الورده هاي الورده اللي فوق هاي معناتها الانكور او المرجع للمسافه تبعيت هذا البار طيب طبعا انت ممكن يكون هذا الشيء تفكر بتحف... اني قاعد بتفلسف لكن انا بعطيك معلومه ضروريه جدا 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 ايش هي؟ لو انا جبت الانكور هذا ونقلته على الشاشه لهون باجي من هون وحطيته هون اذا صغرت الشاشه هاي من هذه الزاويه من هون من شاشه الموبايل كانت صغيره فبتلاقي البروجرس بار صار برا الشاشه فأنا بحطه بدي اياه من هذه الزاوية، فباجي بضغط بختار هذه الجهة اللي هون بخليهم هون، لو بدي أحط نص مثلاً وبدي يجي في هذه الزاوية فبختار الأنكور له من هذه الزاوية، دائماً من الضروري إنك تحطه لأفضل مكان يكون الأنكور تبعها في المكان فيه، لأنه شاشة الكمبيوتر شاشة التلفزيون شاشة الموبايل إذا كان الأنكور في زاوية بعيدة فراح يقيس من الزاوية هاي قديش بعده تمام؟ ممتاز خليني امسح انا التكست بلوك هذا مش وقت مش محتاج الان راح نضيفه بعدين الان انا عندي الهيلث بار الهيلث بار كمان مهم تكون انت شايف هاي عليها علامه صح از فاريبل يعني هو متغير بتم تغيير قيمته اثناء اللعبه ممتاز جدا جدا الان احنا بنضغط كومبايل سيف صار عندنا روح للشخصيه طيب نفوت على اللعبه لو انا شغلت اللعبه الان ما راح يصير ولا اي شيء لاحظ ما في عندي روح هون طب كيف انا بحط الروح في اللعبه تبعيتي بفوت انا باجي على بلو باجي على الشخصيه الان في عده اماكن ممكن احط فيها الهيلث بار ممكن اعطيها للشخصيه ممكن اعطيها اللعبة كلها لكن انا بفضل اعطيها للشخصيه لانه ممكن يكون في اكثر من شخصيه في اللعبه ممتاز بافي بفوت على الشخصيه بفوت على جراف باجي على الايفنت بيجن بلاي هون بدي بعد هاي شو احمسك هاي كلها لفوق هون وأكبر هاي شوي تمام الآن بدي أعمل هون أقول له ضف لي الروح على اللعبة كيف بسحب الخط بقول له create widget create widget ممتاز الآن شو سمينا إحنا الملف كان اسمه في الهاد هون جيم هاد طيب بفتح هاي بكتب جيم هاد ممتاز جدا 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 الان صار عندي الان جيم هاد طب انا بس تعرف بدي اعمل له طبعا ممكن اعمل هي اسحب من هون اقول له اد تو فيو بورت اضف للشاشه لاحظ الان كومبايل سيف اشغل صار موجود عندي الروح في اللعبه طب الان هو مو شغال لانه احنا ما برمجناه مزبوط الى الان لكن انا اضفته الان على اللعبه تبعيتي طيب انا في نفس الوقت انا ما بناسبني وجوده خلاص انا هذا اسكره وانا خلي بعدين يمكن نعدل عليه شوي الان انا ما بناسبني يكون بهذا الشكل بدي اعمل له بروموت فاريبل وين بروموت فاريبل بروموت فاريبل بدي اياه متغير افصل هدول انا ضغط على هاي ضغط رايت كليك بعدين اخترت بروموت فاريبل صار عندي هاد هون بوصل هاي هيك بوصل هاي كمان هون وبوصل هاي هون الان اسمه هاد اسميه هون جيم هاد ليش انا عملت زي هيك؟ لاني انا الان بدي استخرج من جوا هذا المتغير بيانات يعني بس حاب اعمل جيت وبسحب من جواته بيانات ممتاز طيب الان الان بعد ما احنا عملنا واضفنا على الفيو بورت اضفنا الفيو بورت اللي هي الشاشه اللي هي هون الشاشه هي شو مكتوب فيو بورت اللي هي عندنا هون هاي الفيو بورت تبع اللعبه كلها ممتاز نرجع هون الان بدي اتغير على الهاد على الجيم هاد بدي يصير يتغير بكتب جيت جيم هاد ممتاز بسحب من هون بقوله احنا جوا الجيم هاد في اشي موجود عندنا موجود عندنا اشي اسمه ايش كان اسمها هاي؟ بروجريس بار بدنا نغير هاي نسميها هيلث بار خط الروح ممتاز كومبايل سيف بدي اسحب خط الروح هيلث بدي اقول له جيت هيلث بار جيب لي خط الروح ممتاز صار عندي الان دخلت من جوا الملف تبعها سحبت الهيلث بار شو بدي اسوي كمان بدي اقول له سيت بديك بدي اياك تغير الهيلث بار سيت بيرسنتج اللي هي النسبه المئويه غير نسبه مئويه كانت 25% اخر مره حطيناها بعدين تقدر تغير فيها يعني الان بوصل انا هاي هون طيب الان لاحظ كانت القيمة للهيلث بار أنا موجود هون 25% والآن محطوطة هون النسبة المئوية صفر فلو أنا شغلت اللعبة راح لازم تكون فاضية صفر ممتاز ولو أنا إجيت وحطيتها 0.5 فاصلة خمسة وعملت كومبايل سيف لاحظ الآن صارت نصها 50% في ممتاز جدا 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 خلينا أكبر هاي شوي لفوق لهون حتى أطلع هدول لفوق هيك ممتاز الان انا محتاج ايضا متغيرين اللي هم عشان انا لما بدي احسب الروح انت بدك تنتبه لشغلة معينة انت الروح اصلا عبارة عن ايش عبارة عن الروح الموجود على قيمة الروح الكلية طيب خلينا نبدأ نحط المتغيرين جداد لنا اول واحد بدنا نسميه health الثاني بنسميه نسميه max health ممتاز الان الهيلث اللي هو الهيلث الروح الحالي خلينا نحط هدول انتجر او ممكن انتجر ممكن تحطها كمان انت فلوت خليها فلوت مش مشكله والماكس هيلث كمان فلوت ممتاز بضغط كومبايل سيف عشان يصير لهم قيم الماكس هيلث لو قلت انا ماكس هيلث للشخصيه مثلا خمسة والهيلث الحالي اثنين بسحب الهيلث جيت بسحب الهيلث ماكس هيلث جيت الان النسبه المئويه اللي هي الجزء من الكل فلو انا سحبت الهيلث لازم انا عشان اطلع الفرق بين هذول الاثنين النسبه المئويه بقسم واحد على واحد فبس انا ممكن اسحب هاي واكبس على الكيبورد قسمه وين القسمه عندي؟ قسمه ديفايد ممتاز لاحظ الان انا بدي اقسم الهيلث على الماكس هيلث الان لو كانت القيمه خليني اقول لك بدي احط الماكس هيلث اربعه ليش؟ لانه اثنين تقسيم اربعه نص بدي انا يطلع لي على الشاشه الان نص هاي لو حطينا هاي واحد خلينا نسوي تجربه على السريع بلاي لاحظ الهيلث كامل لانه يعني القيمه واحد مره ثانيه اشوف طفت بسرعه يمكن هاي الهيلث عبه الان انا 2 تقسيم أربعة يعني نص خلينا نوصل كومبايل سيف اشغل لازم نص الروح لاحظ إجا نص الروح ممتاز جدا 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 طيب الان احنا شو عملنا جهزنا عنا الشاشة على حطينا متغيرين هيلث وماكس هيلث وحط عرضنا على الشاشة الروح طب كيف بدنا نخسر هذا الروح كيف بدنا نسوي تفاعل حقيقي مع هذا الروح خليني اسحب انا من هون طيب علق عندي الفيديو فانا راح ارجع اكتب مرة ثانية الان اول اشي راح اعمله راح اعمل عندي الساين او بكتب اون تيك اني يعني دامج ممتاز انا كنت قاعد بسجل شوي ولا مكان معلق يعني طيب مش مشكله الان بعد ما عمل هاي بكسير اكمل الكود تبعي من هون تمام الان لما بده يصير دمج شو بدك يسوي بدنا ينقص الروح طيب الدمج هذا لسه احنا ما سويناه ما برمجناه لكن راح نكمل الكود من هون ونفهم المنطق تبعنا اول شيء بده يصير احنا عندنا الروح تقسيم الماكسل فاحنا لما يتغير هذا راح يتغير عنا الهيلث بار فانا راح اجيب الهيلث واقول له جيت راح يصير هيلث ناقص قيمه الدمج وراح اجيب الهيلث مره ثانيه واقول له ست الان بدي كل مره بنقص بدي احط قيمه جديده للهيلث فانا عندي الهيلث الموجود اللي هو اربعه انا بق... الماكس هيلث هو اربعه فانا بدي اعبي الروح كامل لاربعه هو كان اثنين يمكن عندك انا لما سجلت الفيديو صار أربعة. انا حولته اربعه فانت حطه اربعه الان الهيلث ناقص بدي اطرحه ناقص الدمج ممتاز وبوصل هاي هون لكن في في الكود هذا المشكلة عارفين شو هي المشكلة في هذا الكود انه ممكن لما تتصادم مرة ثانية بعد ما تصير انت صفر صفر ناقص واحد راح تصير ناقص واحد بعدين ناقص اثنين بعدين ناقص ثلاثة فانا بدي اثبت القيمة دائما تضل صفر شو بعمل انا بفصل هاي وبسحب من هون بكتب كلامب بختار كلامب فلوت كلامب فلوت هاي الان ايش هاي النود النود هاي بتحكي لك انه القيمة الموجودة لازم ما تنزل عن صفر وما تزيد عن اربعة انا او هون واحد انا بدي الماكس هيلث بتجيب الماكس هيلث جيت وبوصله هون ما راح تزيد عن الماكس هيلث اللي هو اربعة وما راح تنزل عن صفر وبعدين بوصل هاي هون طيب بعد ما عمل هيك شو بدك تسوي بعد ما يصير كل هذا الكلام بدنا اياه يرجع مرة تانية يطبع على الشاشة القيمة الجديدة فانا اخذت نسخة عن اللي هي البرسنتج واحط هاي انا هون ممتاز جدا 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 طيب الان او ممكن انت ممكن تحط الهيلث هون ممكن توصل هاي انت هون مباشره فبرجع لك اللي تعمله ممتاز الان عملنا كل هذا لو شل... سويت كومبايل سيف وعملت ستارت الهيلث معبى بس الروح لسه ما بتنزل ليش؟ لانه انا ما حطيت الدمج هاي كم قيمتها طب وين بدي احطها؟ بفوت على اللعبه عفوا هون وباجي على اوتوميتيف بفوت على البلو برينت باجي على هاد على الجسر تبعنا بدي اضيف جواته دمج انا بدي احط دمج عندي هون طيب وين بدي احط هذا الدمج انا جوا الشخصيه تبعيتي على الايفنت بيجن بلاي طيب نيجي على الايفنت بيجن بلاي نسحبها لفوق شوي ومنين نيجي نكتب افتح ثواني إيفنت أون actor begin overlap ممتاز او ممكن حتى لا مش هاي بدي معاه على طول يجيني انا كاستم بدي يعطيني ايفنت تبع الدمج أكتور اون begin overlap ممتاز هاي بدي اياها طيب انا هون شو بدي اسوي لما يصير في اوفر بدي اياه يعمل لي انه اي اكتر تاني بيتصادم مع هاي الشخصية مع الجسر تبعي او اي مجسم على الجسر لانه انت بتعرف انه احنا على الجسر هذا في الدبابات يعني الدبابات تبعتنا موجودة هون في هذا الكود في الجسر نفسه طيب ايش راح اعمل انا هون؟ راح اجي واسحب من هاي من هون نفس ما عملت هناك وقوله له خليه يفتح ابلاي دامج نفذ دامج اعمل الدمج دمج بالعربي الخطر او تنقيص الروح طيب مين اللي هو الدمج اكتر اللي هو الاذر اكتر بدي اوصف هاي هون طيب كمان ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل انا متغير اسمه دمج طب كم قيمه المتغير اللي هو الدمج؟ واحد بعمل هون باجي على الفاريبل هون وبكتب دمج وبحط هون فلوت وبضغط كومبايل نستنى عليه بعدين بختار واحد هون برجع اعمل كومبايل مره ثانيه سيف الان صار عندي متغير الدمج بوصله انا وين هون على بيس دم بيس دمج الان لما يصير اي تصادم اي تصادم مع الجسر هاد مع اي شيء اي كائن في هذا الجسر راح يصير في اشي اسمه دمج وهذا الدمج وين راح يروح راح يروح هون ويطرح قيمته ناقص الهيلث خلينا الان نشغل ونشوف لاحظ الروح قاعد بنزل راح الروح كله ليش لانه انا تصدمت مع كذا شيء خلينا نتفرج مره ثانيه على انا ايش تصدمت لاحظ الان راح اتصادم نطيت انا مع اني نطيت ما صدمتش تصدمت مع الحيطه اللي بتنتج لي الجسور هاي كمان جزء من الجسر فهذا خطا في الكود تبعنا لازم نظبطه واذا خبطت مع الدبابه بنزل الروح كمان طيب الان رح نصلح هذا الكلام لكن رح نعدل نضيف كمان شغله معينه هون خلينا نضيف الان او خلص الان خلينا نخلص هذا الدرس هون بكمل في الدرس الجاي اتوقع في معلومات كميه معلومات كبيره نشرحها في هذا الدرس فبكفي لهون الان اراجع بس اللي انا عملته في هذا الدرس اول شيء عملته انا عملت كريت في بيجن بلاي للشخصيه قلت له كرييت جيم هاد او كم وجد بعدين اخترت الهد اللي صممناه بعدين عملت له فاريبل وقلت له ضيفه على الشاشه بعد ما تضيفه على الشاشه بدي تغير البرسنتج النسبه المئويه النسبه المئويه هي جزء من الكل اللي هي قسمه القيمه اللي بتتغير على القيمه الكليه وبنوصلها بعد هيك عملنا الدمج الدمج هذا كان صفر في البدايه فاحنا اضفناه على على الجسر بعدين حطينا الهيلث ناقص الدمج اللي هو قيمته واحد وحطينا وقلنا له ما بدنا تنزلش القيمة عن صفر وما تزيدش القيمة عن الماكسيموم وبعدين ثبت لي الهيلث طبعا انا لو عملت لك انا هون مثلا المنطقة هاي برنت سترينج خلينا نشوف بس منظر هيك وصلت انا الروح بدي اشوف انا قيمة الهيلث كل مرة تنطبع على الشاشة لما يصير تصادم خلينا نشغل ثلاثة اثنين الان واحد شايف فوق على اليسار صفر، الان بتصادم مع اي مجسم صفر، ما بتنزل بالماينس تحت اي ظرف كان. ممتاز جدا جدا جدا. طيب خلينا امسح انا هاي مش بحاجتها خلص برجع اوصلها هون مرة ثانية، الان صار يعرض القيمة الجديدة مرة ثانية على الشاشة. ممتاز. بعدين اه وكمل كمان احنا اجينا على الايفنت في بلاي لمين للجسر وحطينا عليه كود. حطينا عليه حطينا عليه كود لما يصير في اوفرلاب بدك تسوي ابلاي دامج تسوي لي دامج ياثر على الشخصيه قيمه الدمج عملنا لها فاريبل وحطيناها واحد لو انا غيرت هون القيمه على طول راح يتاثر الشخصيه بالقيمه اللي هي من هون تطلع ممتاز بعد ما يصير الابلاي دامج بتصير ترجع المعلومات لهون وبتم تنفيذ الكود كامل ممتاز الان هيك بكون خلصنا موضوع الهيلث بار راح نطور عليه في الفيديو الجاي هذا اللي راح يكون الجزء الاول راح نسوي جزء ثاني ونعدل شويه اشياء نضيف اصوات ممكن راح نكمل شويه اشياء في الفيديو القادم يلا في امان الله مع السلامه بشوفك في الدرس اللي بعده